السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتنا. ما زالت تداعيات إقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم من منافسة كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر لغاية 19 من الشهر الجاري متواصلة، بعدما أقدم رئيسها فوزي لقجع على إعفاء ما يقارب 23 عنصرا جديدا. وعلم لـ 360 سبور من مصادر موثوقة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت الاستغناء عن خدمات 23 من العاملين الذين لهم علاقة بالفريق الأول، رغم أن الكثير منهم لا علاقة له بالنتيجة السلبية التي حققها منتخب الأسود في النهائيات الإفريقية. وأوضحت المصادر ذاتها أنه لحدود اللحظة فإن الجامعة استثنت من العاملين المقالين الطاقم التقني للمنتخب الوطني الذي يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية الإقصاء من منافسة الكان، فيما شملت قرارات المتخلى عن خدماتهم الأطر الإدارية والمسؤولة عن التواصل. وأضافت المصادر ذاتها أن قائمة المستغنى عنهم ضمت كل من الكولونيل إدريس لكحلة المدير الإداري للمنتخب الوطني ومساعده محمد رضا ودنيا لحرش المسؤولة عن التواصل، إضافة إلى محمد حوران نائب الكاتب العام للجامعة وعبد الرحمن البكاوي مدير المسابقات والبرمجة بالعصبة الاحترافية. وصف متحدث من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسريب خبر إيقاف فوزي لقجع قبل الاستماع له في الدعوة التي تقدم بها الحكم الإثيوبي بامالاك تيسيما بمثابة الفضيحة، سيما وأنها أفصحت عن النوايا المسبقة للجنة الانضباط. وأشار المتحدث ذاته أن الموضوع برمته محبوك منذ مدة، وخير دليل جاهزية الحكم، خصوصا وأن الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد الإثيوبي غير مسبوقة وتطرح الكثير من علامات الاستفهام نظرا لوجود حالات أخطر بكثير مرت مرور الكرام دون أدنى شكاية أو عقاب. وكشف مصدر لوماتان سبور أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة اجتمعت الثلاثاء الماضي في غياب فوزي لقجع لأسباب صحية ما حال دون اتخاذ قرار، بحكم أن اللجنة لم تستمع للمعني بالأمر. ويظل الشق المثير في القضية هو أن الحكم الإثيوبي بامالاك تيسيما سحب شكوى في رسالة رسمية أعلن فيها تخليه عن متابعة النائب الثالث لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فوزي لقجع. في المقابل لم يقدم الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم على الخطوة ذاتها. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي. إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى أن نلقاكم مع خبر جديد، إلى اللقاء.